في بلاد طيبة التي توصف دائما بأنها شعب أصيل بتاريخ عريق على أرض طيبة، يقرأ علينا المهندس أسامة فهمي الباحث في التراث بعضا من منشطات الأخبار التي نشرت في الصحف والمجلات منذ زمن فات، معلقا عليها ومبينا أن الحاضر هو مجرد رجع صدى للماضي وأن تاريخنا يقوي انتماءنا لحاضرنا. حضرات السادة المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجنا بلاد طيبة. نواصل ما بدأناه في الحلقة القادمة من مجلة الاثنين والدنيا الصادرة في فبراير 1946 من مكتبة والدي محمد فهمي. المجلة كانت بتتحدث عن المرأة بأغلب صفحاتها، ونواصل ما ورد فيها. الفتاة في الأزهر. قلنا للأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر: ما قولكم في التحاق الفتاة بالأزهر؟ فقال: ليس طلب العلم في الأزهر جديد على المرأة المسلمة، فقد سبق لكثير من الفضليات وبخاصة مكفوفات البصر أن تلقين العلم فيه، وقد ظل بعضهن يواصلن الدراسة في الجامع الأحمدي بطنطا حتى بلغنا مرحلتها النهائية. وإذا كان التاريخ لا يذكر أن إحداهن نالت هذه الشهادة، فيكفي ما سجله لبعضهن من النبوغ والتفوق في مختلف العلوم والفنون الأزهرية، مثل السيدة الأديبة المرحومة عائشة التيمورية، قد درست النحو والصرف والعروض على معلمتين أزهريتين هما السيدتان فاطمة الأزهرية واستيتا الطبلوية. ولعل من واجب الأزهر أن يدعم النهضة الحالية بتخريج المعلمات الدينيات القادرات على بث الروح الخليقة العظيمة في ناشئة البلاد، والقيام بمهمة الوعظ والإرشاد في المجاميع النسائية عند فريق من فتياتنا المهذبات لدراسة العلوم الدينية، فلن أتوانى عن افتتاح فصول خاصة بهن في الأزهر أو إنشاء معهد نسائي يليق بهن. هذا وقد حض الدين الحنيف على وجوب تعليم الفتاة وتزويدها بالثقافة التي تأتلف ومداركها، وقد عني السلف الصالح بتحقيق هذه الفكرة، ولسنا اليوم أقل تحفزا منهم لأداء هذا الواجب الخطير. التصريح واضح أن حتى لو كان في تعليم في الأزهر فلن يكون إلا تعليم مواد دينية، عكس ما هو حدث الآن، ودخلت الجامعات دخلت الكليات الأزهر في مختلف التخصصات. تحت عنوان هذا الجمال السوداني، المرأة في السودان، جايب صور للنساء سودانيات. أنا جزئيا أختلف مع اختياره لهذه الصور. تألفت أخيرا في القاهرة جمعية نسائية أطلقت على نفسها رابطة تحرير المرأة السودانية، وتأليف هذه الجمعية يدل على الاتجاه الجديد في نهضة السودان الاجتماعية. على الرغم من أن المرأة السودانية ما زالت في المدن والعواصم محجبة حجابا كاملا كما يشاهد في بعض أنحاء القطر المصري، فقد أخذت الرغبة تتجه من سنوات إلى تعليم الفتاة السودانية ورفع مستواها الاجتماعي. طب إذا كان أنت بتذكر الكاتب بيذكر إن هم محجبات، ففيما لماذا نشر هذه الصور؟ وما المقصد؟ أنشئت عدة مدارس أولية وابتدائية للبنات في السودان عدا المكاتب القروية التي تدعى بالخلوات.
خلا. كما أنشئت في أم درمان مدرسة مجانية لتخريج المعلمات، تتدرب الفتيات السودانيات على كثير من الفنون، فن التمريض في المستشفيات، وينظر أن ترى النساء السودانيات العربيات في طرقات المدن الآهلة، أما في الأرياف فإنهن يخرجن إلى بعض الأسواق في ملابس بيضاء تغطي جميع الجسم ولا تكشف إلا عن جزء قليل حول العين، برضو تعارض آخر مع الصورة، يعني برضو كلمة. ينظر أن ترى النساء السودانيات العربيات، هو راح مقسم السودان سودانيات عربيات وسودانيات غير عربيات. المرأة السودانية محترمة جدا حتى عند القبائل الجنوبية، وهي في أكثر جهات الجنوب محجبة حجابا كاملا كأختها الشمالية. وقد شاهد كاتب هذه السطور النساء الشلوك في بلاد كادوك يرتدين ملاءات تستر جميع أجسامهن، بينما يلبس الرجال أزرار واحدا لا يستر من أجسامهم غير جزء قليل. عبارة مش عارف كده ايه، أزرار واحدة. لا يرى السفور بين السودانيات إلا بين القبائل في أقصى الجنوب، على أن الفلاحة السودانية هي كالفلاحة المصرية في سفورها، فهي تساعد زوجها في الحقل وتعتمد على نفسها في قضاء حاجتها، بينما السودانية في المدن لا تزال كما كانت أختها المصرية منذ 25 عاما، يعني بترتدي اليشمك والحبرة ما إلى ذلك. 25 سنة من 46، يعني سنة 21. قد ظهرت حركة في السنوات الأخيرة ترمي إلى سفور المرأة السودانية ومسيرة النهضة النسوية في مصر وبلاد الشرق العربي. هذه الحركة إن لقيت معارضة في مبدأ الأمر من بعض رجال السودان وبعض الصحف، إلا أنها تجد تشجيعا ومحاضضة من الشبيبة المتعلمة تعليما عصريا. صورة فتاتان سودانيتان تطحنان البن وتقومان بتحضيره لشراب القهوة، وتسمى هناك الجبنة، كتبها هو بفتح الجيم والباء، اختلف مع الكاتب. أحمد رامي بيتكلم عن المرأة بيقول: هي ملهمتي، وده شيء طبيعي ألهمه في كتاباته الأغاني أم كلثوم إلا المرأة. الإلهام مبعثه عندي سماع اللحن الجميل يصدر من الطير الشادي أو الماء الجاري، في الكلام اللي بيقوله أحمد رامي، أو الحنجرة الرنانة التي تنطلق بالنغم البديع. لا أذكر أني أقبلت على النظم على النظم إلا بعد أن امتلأت روحي من هذا النغم الساحر، فحواء ملهمتي. هذا كلام أحمد رامي الشاعر. هي تلك التي أسمعها تغني فتتفتح أمامي آفاق الخيال، وكأن الكلام ده من عندي أنا، يعني موجه لأم كلثوم تحديدا. احنا بنتكلم سنة 46، والعلاقة ما بين رامي وأم كلثوم في كتابات أغانيها كانت عميقة. أشد ما أكون إقبالا على قرض الشعر إذا خرجت من سماع قطعة جديدة على أذني، إذا خرجت من سماع قطعة جديدة على أذني وقلبي، فهنا أحسن النظم. يدفعني إليه الطرب الذي تملك مشاعري والرغبة في ابتداع شيء جديد أسمعه من جديد. يا حبذا لو كان هذا السماع في جلسة هادئة لا تنبس فيها إلا شفة حواء الملهمة تغني، أو ليلة مقبرة مقمرة أسف أو ليلة مقمرة لا أسمع فيها إلا همس النسيم يضبط إيقاع النغم في سمعي، أو زورق يسري فيشق صدر النيل ويجعله هدير الموج، تمتمة
كتلك التي تصدر من فم المعجب بالنغم إذا وقع على قلبه شفاء لآلامه وآماله. ده كلام شاعر رقيق يحمل مشاعر مخبأة. إذا صحت هذه الخلوة شعرت أن اللحن لي وحدي والوحي لي وحدي، فأبدأ في قرض الشعر، وكلما أخذتني نشوة الطرب شعرت بفكري يرق وروحي تعلو حتى أسبح في وديان الخيال على جناح رقيق من صوت حواء. وبلا شك صوت حواء هو كان صوت أم كلثوم. المعاني واضحة، المشاعر باينة، وحتى وإن لم تكن ملهمة فده أحمد رامي. بشكل مضاد في نفس الصفحة، أريد أن أكون رجلا. السيدة إحسان شريف، الممثلة إحسان شريف المعروفة. نعم أريد أن أكون رجلا وأؤكد هذه أمنية تشاركني فيها الكثيرات من بنات حواء اللائي درسن حياتهن النسوية ووقفن على ما يحيط بها من قيود وأثقال. لقد خيرت حياة المرأة في هذه الأعوام التي عشتها في من حياتي. كم تألمت وصبرت وجزعت، وكم فاتتني أشياء وأشياء. ليس التخلص من هذه المتاعب الجمة هو وحده ما يحييني أن في أن أكون رجلا، ولكن لي رسالة خطيرة أحب أن أؤديها، وقلبي يحدثني بأني لو تحققت سأستطيع أداء رسالتي كاملة. إني لعلى يقين من أن المرأة نفسها ستفيد من رجولتي إلى حد كبير، لأني سأعالج إسعادها ورفع مستواها معالجة العارف ببواطن الأمور. ولعل كون امرأة هو نفسه من العوامل التي تجعلني أتمنى انقلابي رجلا. لا تصريح يعني. في المرأة فضول ورثته عن أمها حواء، تلك التي دفعها الفضول إلى تذوق الفاكهة المحرمة. الحلقة دي كلها أو المجلة دي كلها العدد ده بيتكلم على حواء وفاكهة المحرمة. أكلت منها وأكل معها رجلها المسكين، ودفع الجنة ثمنا لذلك. أي إشباع لفضول المرأة من أن تصبح رجلا فتعرف ما لم تكن تعرف من حقيقة الرجال. أتركه التعليق لكم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونواصل ما جاء بالمجلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.